إلى فلسطين، حيث من المقرر أن تسلم حركة المقاومة الإسلامية حماس السلطة إلى حكومة التوافق، وكان الوقت الأصلي للعملية في ديسمبر، لكن تم تأجيله لتسوية تفاصيل إضافية. ودعت حماس حكومة التوافق الفلسطينية إلى القيام بواجباتها بالكامل في قطاع غزة، كما قالت إن قيادتها اجتمعت لتنفيذ اتفاقات المسلحة التي وقعت مع فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكتوبر الماضي.